وخلال الجلسات أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طه أحمد على ضرورة دعم الشركات الناشئة بعد ما حققته من نجاحات في السوق المصرية من خلال الدمج بين هذه الشركات والبحث العلمي لزيادة الإنتاج. وأضاف خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن هناك خريطة جغرافية تنضم الشركات الناشئة في الأقاليم لمساعدة تلك الشركات وتقديم الحلول المبتكرة بما يسهم في تقدمها في مجال ريادة الأعمال. كان عندنا قضية تانية بنناقشها، إزاي يحصل نمو للشركات الناشئة بعد السنة الثالثة من عمرها. آخر نقطة كنا بنتكلم فيها إزاي إن إحنا يكون عندنا صناديق تمويلية أكبر للشركات الناشئة بعد نجاحها في السوق المصري بشكل كبير، إزاي أعمل دمج ما بين البحث العلمي والشركات الناشئة، ويكون لأن إحنا عندنا أبحاث علمية بشكل كبير جدا بتقدم حلول لقضايا مهمة وبتقدم حلول لزيادة الإنتاج، بس ده ما بيتمش استثماره بشكل أكبر من خلال الشركات الناشئة. إحنا كمان عندنا توصية بشكل كبير حوالين إن إحنا لازم يكون عندنا خريطة للشركات الناشئة ومجال ريادة الأعمال، لأن ريادة الأعمال مش مرتبطة بالتكنولوجيا بس، إحنا لازم يكون عندنا خريطة جغرافية بتوضح إيه الحلول المبتكرة اللي ممكن تتقدم في الأقاليم وممكن تتقدم في ريادة الأعمال المجتمعية والثقافية بشكل